ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم عمر فندي، مستشار اقتصادي ومدقق حسابات. أهلا وسهلا بك. مساء الخير. سؤالي لك، كيف تعتقد أن تراجع قروض الإسكان في البلاد سيؤثر على سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام، وهو بطبيعة الحال أثر على هذا السوق؟ نعم، أحد العوامل الأساسية في سوق العقارات هي الفائدة على القروض هاي، لأنه معظم الناس بتأخذ قرض حتى تستثمر في العقارات هاي. لما شفنا أنه سعر الفائدة راح يفوق أكثر بكثير من الأجار اللي ممكن نأجر الشقة، يعني بنحكي على مستثمر اللي بده يشتري شقة ويأجرها، بنشوف أنه الأجار اللي راح يتلقاه من الشقة هاي ما بيغطي الدفعة ولا بيغطي الفائدة عليها، بالتالي بهذا المشروع ببطل مشروع ناجح، وبيضطر انه يبيع العقار هذا او ما يفوت على المشروع، فبالتالي الطلب على الشقق السكنيه بينزل، وبالتالي بينزل كمان سعر الشقق هاي. بنشوف كمان انه في كثير ناس اللي صارت مشتريه وصارت ماخذه قروض، والقروض هذه مربوطة بجدول غير المعيشي أو مربوطة بالبرايم، وكانت تدفع مبلغ 2000 شيكل صارت تدفع 3 أو 3.5، لأنه الارتفاع في نسبة الفائدة كان حوالي 4%. وإحنا بصدد الأسبوع القادم رفع إضافي للفائدة، بنك إسرائيل راح يرفع بما لا يقل عن 0.5% الفائدة بسبب الجدول الغلاء المعيشي لشهر 4، والتوقعات لشهر 5 تكون كمان غلاء كبير. شفنا الأسعار ارتفعت بأول الشهر شهر 5 اللي لم يشملها جدول الغلاء المعيشي في أبريل. إذن طب ما هي الأسباب الرئيسية، يعني الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، وأنت تتحدث أيضا عن زيادة أخرى في الشهر المقبل على قروض بنك إسرائيل، ما هي السبب الرئيسي والحقيقي وكيف؟ نعم، عندنا عوامل كثيرة بتأثر على رفع الفائدة أو تجبر محافظ بنك إسرائيل رفع الفائدة. العامل الأول الكبير هو السوق العالمية وأسعار العملات الأجنبية، ما بيقدر يخلي الفائدة منخفضة بينما في أمريكا وفي أوروبا رفعوا الفائدة، بهذا بيؤدي إلى انتقال أموال من إسرائيل للخارج، فالمفروض يكون هو كمان قريب على الفوائد اللي موجودة في المنافسين للودائع. بحاول محافظ بنك إسرائيل يمنع انتقال الودائع من والاستثمارات من إسرائيل للخارج عن طريق رفع الفائدة، وما يكون في عنا ربح أربيتراج في الفائدة بين أمريكا وبين إسرائيل، وحتى يحافظ على مستوى سعر الصرف للدولار الشيكل. هاي واحدة. من ناحية ثانية كمان الفائدة هي بتمثل سعر الأموال، فلما هو بحاول أنه يغلي سعر الفائدة فهو بغلي سعر الأموال، وبالتالي بيكون صعب على المستهلكين الحصول على الأموال عن طريق قروض وغيره، فبقل الطلب لإلهم على المستهلكات. لما بقل الطلب على المستهلكات فبقل أسعار المنتجات، لأنه هاي السوق بتاع عرض وطلب، لما الطلب بقل لأنه ما في الناس معها مصاري فالمفروض أن الأسعار ترخص. هاي وسيلة بنسميها احنا مونيتاريت، اللي بيستعملها عن طريق تقليص الأموال بين الناس، المفروض يكون في لها موازي لها وسائل أخرى حكومية، ولكن للأسف احنا شفنا بنك إسرائيل صار له من أكثر من 9 شهور بيشتغل لوحده بدون أي تكافل مع وتضامن مع الحكومة. بنشوف العكس، أن الحكومة عم بتحارب المحافظ ومش عم بتشتغل على خطة مشتركة لضبط غلاء المعيشة وبناء خطة لترجع الأوضاع لكيف كانت. شفنا مقارنة بين أمريكا، أنه أمريكا نجحت بعد ما وصلت لتضخم مالي ب 10%، اليوم الدالة هي عكسية وفي تراجع بالتضخم المالي، بينما في إسرائيل الدالة بعدها بارتفاع وشدة الارتفاع عم بتزيد من شهر لشهر. طيب سيد عمر، يعني ممكن للحكومة وللمؤسسات المالية أن تلعب دور يعني في الحد من هذا الارتفاع، يعني وأيضا يعني ربما يعني التغلب على هاي التحديات التي تواجه سوق العقارات؟
نعم أكيد طبعا، إحنا حكينا أنه بنك إسرائيل مش مفروض يشتغل لوحده، المفروض يكون في تكافؤ في خطة من الحكومة ومن بنك إسرائيل، المفروض على الحكومة خاصة في الأيام هاي اللي عم بتصوت على الميزانية أنه تبني ميزانية اللي بتقلص فيها كل البنود الاستهلاكية وتكثر في البنود اللي فيها بنود استثمارية، تستثمر في البنية التحتية، تستثمر في المناطق الصناعية، تستثمر في التعليم وتشجيع الصناعة وتشجيع التصدير، في هاي المجالات ممكن هي تساعد في تخفيض الأسعار، كمان في خطة اللي ممكن هي تقلص من البيروقراطية وتقلص من حماية قطاعات كاملة مثل قطاع الحليب، قطاع اللحوم، قطاع البيض، اللي تسمح في استيراد مفتوح لهي المجالات من أوروبا، وهذا الإشي راح بالأكيد راح يخفض الأسعار بشكل كبير، كمان تزيد من المنافسة. إسرائيل فيها مشكلة إنه بقطاع الغذاء ما في عندنا شركات منافسة كثيرة، في عندنا عدد مقلص جدا من الشركات، وبالتالي في عندنا ملائمة أسعار واتفاق على أسعار اللي ما بتقدر تعطي القوة إنه في يكون تنافس، وتنافس في من أجل خفض الأسعار هاي للمستهلك. طب شو توقعك لمستقبل سوق العقارات؟ يعني نتحدث يعني كمان 5 سنوات، هذا المستقبل في ظل تراجع المشترين وعزوفهم عن شراء السكن وأخذ قروض من البنوك. المشكلة بقسمها كمان هنا لقسمين، العقارات الموجودة أو الطلب الموجود في الوسط العربي هو طلب كبير جدا، مستعدين نشتري شقق سكنية بأغلى الأسعار وبأغلى الأثمان وحتى لو بفائدة عالية جدا، لأنه عندنا أزمة سكنية حارقة جدا جدا، فأي سعر من هذا الموضوع مش راح يأثر، يعني بسميها دالة عمودية، فأي سعر بدك بدي الكمية هاي المحددة، أي سعر بدك إياها خذه. بينما في الوسط اليهودي الشأن يختلف، إحنا شفنا إضراب السلطات المحلية اللي كان في الأسبوع الماضي بسبب أنه في مدن الكبيرة مش معنية تزيد عدد الشقق السكنية فيها، أربح لها يكون في محلات تجارية وما يكون فيها شقق سكنية عندها فائض، فبالتالي يعني في المدن اليهودية راح يكون في هبوط في الأسعار، ولكن في المدن المختلطة والمدن العربية مش راح يكون في مجال لتخفض الأسعار، بالعكس راح يكون في ارتفاع بسبب الطلب، والطلب اللي مش همه أي سعر ولا همه أي فائدة، إنما أمن لي الأسس الأولية لحياة الإنسان وهي المسكن حتى لو بسعر غالي. نعم، عمر فندي مستشار اقتصادي ومدقق حسابات، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.